صباح الخير لكل المشاهدين. مجموعة جديدة من الأخبار، أخبار منوعة. رح يكون عنا أخبار عم تحكي عن فنانين، أخبار اجتماعية، وطبعاً رح تكون لوكال وانترناشنال. بداية كلنا منحب نعرف أخبار المشاهير، وخاصة وقتها بتكون أخبار مميزة ما بنسمعها عادة بالإعلام. اليوم موقع الجمهورية كتب عن الفنان عاصي الحلاني يلي كان عم بيقول وعم بخبر العالم إنه هو بحب يعمل شوبينج، وبنظره كل فنان لازم يحب يعمل شوبينج، إنما عاصي عنده مشكلة شوي صغيرة. فبالوقت اللي هو ماكسيموم مع إنه ستار بيدفع 500 دولار على الشوسير أو الحذاء الخاص فيه، مرته بتشتري لأولادها أحذية بأكثر من 2000 دولار. هالشي بنظره هو شوي غريب لأنه هو سوبر ستار وهو لازم يكون عم يصرف أكثر منهم. من ناحية تانية سألوا لعاصي الحلاني عن حياته الشخصية إذا هو شخص رومانسي. فبالتحديد أنا بعض الأوقات بكون رومانسي وبالأوقات التانية بكون جفس، إنما أنا حافز إنه ب 24 أيار هو ذكرى زواجنا. إنما حذروا قد إيه أخذت مع مرته العاصي لتحفظه إنه هو ب 24 أيار. من بعد 10 سنين وكل سنة تذكره، ذكر عاصي وحفز إنه كل 24 أيار هو ذكرى زواجهم. وبالوقت مشاهدينا يلي عاصي كان عم بخبر هالأمور وعم بشاركهم مع جمهوره، اليوم كارول سماحة يلي عم تستعمل السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر بركة أخبار أو حتى شعور داخلي لإلها. اليوم كارول كانت عم بتجرب إنه تحارب التعصب، وكارول قالت على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على تويتر، طلبت من كل العالم إنه يخففوا. هون الصورة اللي عم نشوفها كانت عم تنفي فيها إنه هي حامل، وقالت لكل الفولورز تبعها في حال أنا حامل رح خبركن هالموضوع بالسوشيال ميديا وعبر حسابي الخاص على تويتر، وبتمنى إنه ما تسمعوا كل الشائعات. أما بموضوع محاربة التعصب فكارول عبرت عن رأيها وقالت ليش اليوم نحن عم نوصف حالنا بحسب ديانتنا، البعض بيعرفوا عن حالهم أنا مسيحي وبفتخر، والبعض الآخر بيقول أنا مسلم وبفتخر على البروفايل بالسوشيال ميديا. بنظرها هيدا الشيء ما بصنف البشر، اليوم لازم نحب كل إخواننا إن كانوا مسيحيين مسلمين أو حتى من ديانات أخرى. وقالت أنا بآمن إنه كل الأشخاص هن أبناء الله، وإذا بدنا نكفي بهالطريقة أكيد ما رح نقدر نحقق السلام. بالوقت اللي السوشيال ميديا فيها يكون لها إيجابياتها وفينا نستعملها بطريقة إيجابية، بعد الأحيان السوشيال ميديا فيها تكون شوي نيجاتيف أو فيها يكون مكان للانتقاد. من زمان كتير كنا أكثر الأوقات نركز على بيفور أند أفتر صور المشاهير، وطبعا كل الفنانات كل إنهم حصة بهذا الموضوع. ماي حريري كانت وحدة من هالفنانات، وانتشر بفترة من الفترات صور لها بيفور أند أفتر هالصور اللي عم نشوفها هلا. إنما من بعد الانترفيو اللي قامت فيه بالباكستان، فاليوم ماي حريري مرة جديدة عم بتم ملاحقتها بهالموضوع. مؤخرا نشرت على الفيسبوك هالصورة اللي بتجمع بالوزير نهاد المشنوق، وكتبت We love you PM محمد المشنوق، أو منحبك رئيس الحكومة محمد المشنوق. رجعت ومن بعدها دغري صلحتها وحطت منحبك وزير نهاد المشنوق. هالموضوع على السوشيال ميديا طبعا ما كان كتير محبب، وكتير من الأشخاص انتقدوا وحكيوا عن هالإنسيدنت ونشروا الصورة اللي عم نشوفها هلا سوا. منكفي أخبارنا عن السوشيال ميديا ومنتقل عند فارس كرم يلي كان مساقة بعيد ميلاده، وكمان نشر صورة مع أحد السياسيين وعم نحكي عن هادي حبيش، وعلق إلى جانب الصورة ربي أخ لك، ربي أخ لك لم تلده أمك، بشكر محبتك أبو ميشا أنت وهالجمعة الطيبة. من ناحية تانية وائل كفوري عيده لفارس كرم وقال له أنه أنا بدعي لربي أنه يحفظك ويحفظ لك خطواتك، وإن شاء الله منشوفك سنة الجاي عريس. ومن بدوره فارس كرم شكره لوائل كفوري وقال له أنه هو بشوف حاله فيه. شو قولكم، هل التمني تبع وائل كفوري رح يتحقق ورح نشوف فارس كرم عريس مبسوط مثل ما منشوف نورهان وزوجها يلي كمان موقع الفن كتب عنهم وعمل انترفيو مهضوم معهم؟ وخلال هالانترفيو كان في بعض التصاريح من التصاريح المهضومة انه زوجها لنورهان عدنان الديراني هو الطباخ بالبيت، اما نورهان فهي بتغار على زوجها اكثر بكثير من ما هو بغار عليها.
أما مشاهدينا خبر بعيد شوي عن الفن، رح ننتقل عند بزنس وومن لبنانية أصلة لبناني. عم نحكي عن منى أيوب. يلي ما بيعرف مين منى أيوب، هي أحدى أكثر النساء يلي بيعملوا كولكشن بالأوت كوتور بالعالم. منى أيوب يلي موجودة بباريس وعايشة بباريس، كانت عم بتقوم بأكشن لتبيع 3000 قطعة تياب من الكولكشن الخاصة فيها. هالكولكشن يلي كانت عم بتجمع فيها من سنة 1985 لسنة 2010. خلال هالأكشن هدفها لمنى أيوب إنه تساعد وتدعم طبعاً اثنين من الأسوسيشنز. أول أسوسيشن كانت ميوزي دي زار ديكوراتيف دو باري، وتحديداً رح تجرب تدعم أحد المعارض يلي بيحكي عن الأزرار، الأزرار يلي بتستعمل بالخياطة. أما الجمعية الثانية يلي رح تدعمها فهي جمعية بتدعم كل الممثلين المبتدئين بفرنسا، وسبب بيعود لأنه هي بالإضافة للباشن تبعها الخاص بالموضة كمان عندها باشن وهي السينما. والأسوسيشن الثاني هي سيني فاونديشن. هل أوكشن أو هالمزيد العلني رح يتم بباريس بين 30 جانيوري و 2 فبروري، وطبعا متوقع أنه يكون فيه حشد كبير من يلي بيهوا الموضة، لأنه أغلب القطع الموجودين هن شانيل، جار، فيرساتشي، وعدد كبير من الديزاينز اللي بحبوا أنه يجمعوا الموضة رح يستمتعوا وطبعاً ينبسطوا بيها الأكشن وفور كود كوز إن ذا سيم تايم. منكفي مع أخبارنا، إنما هلأ رح نرجع شوي على الأخبار الفنية والسياسية، ورح نروح عند الرئيس المصري. الرئيس المصري السيسي يلي بطريقة مازحة كان عم بيحكي مع عدد من الفنانين، وكان طلب من أحمد السقا والنجمة يسرى إنه اليوم شوي يساعدوا على الفن المصري إنه يرجع لأمجاده ويرجع يفرجي الصورة المزبوطة والحقيقية لمصر. طبعاً هن تفاعلوا معه ووعدوا إنه بالمستقبل هن رح يكونوا عم يتفاعلوا وعم بيشتغلوا كرمال إعادة الفن المصري لسابق عهده، وهلها خبر أخذناه من موقع بتجرد. أما من ناحية تانية، الفنانة القديرة شادية من بعد ما كانت فاتت على المستشفى كرمال لأنه صار عندها هيك كدمات من وراء وقعة صارت معها، زحتت وروحت حالها، أكدوا الأطباء أنه هي اليوم بصحة جيدة، والحكيم قال أنه ما زالت عم تمزح معهم وهي رح تتعافى قريباً. أما بالإنترناشنال نيوز، كتار منا بحبوا لاعب الفوتبول رونالدو. رونالدو وأيدينا شيك هالكابل يلي صار لهم 5 سنين كانوا بلشوا يظهروا سوا سنة 2010. الميديا كتير بتحبهم وعطول بيلحقون وبالباباراتزي بياخد صور مميزة لألون، إنما هالثنائي انفصلوا. هالصورة اللي عم نشوفها هي المتوقع أنه تكون صديقته الجديدة لرونالدو. هالصبية اللي عم نشوفها هي مذيعة بالإذاعة الإسبانية. عم نحكي اليوم عن صورة رح نشوفها بعد شوي على إنستغرام نشرتها، وهي بتجمع برونالدو من بعد ما استلم الجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2014. اليوم كل السوشيال ميديا عم تنشر هالصور وعم بيقولوا إنه رونالدو هيئتها هيدي صديقته الجديدة، إنما مين برأيكم أحلى، هل فيولا أم أيدينا شيك؟ الأغلب عم بيقولوا ما كان لازم أبدا يترك أيدينا شيك. منكفي مع أخبارنا ومننتقل عند شاكيرا. شاكيرا اليوم حامل بطفلة الثاني، أعلنت من حوالي الأسبوع عن حملة جديدة. هالحملة مش المرة الأولى اللي بتعلن عنها، وهي The World Baby Shower. طبعا رح نسمع لشاكيرا وزوجها عم بخبرونا شوي عن هالحملة. باختصار أنا رح خبركن عنها ورح قلكن إنه الحملة من خلالها بتجرب شاكيرا إنه بالتعاون مع اليونيسف بدل ما يكونوا كل الهدايا اللي بتاخذهم خلال فترة البيبي حفلة البيبي شاور وفترة حملها إنه يكونوا شخصياً لإلها ولا طفلة، فهي اليوم حابة إنه تساعد أطفال العالم. كيف فينا نشارك بهالحملة؟ هي فينا نزيد على ليستة الهدايا يلي بنطلبهم بالبيبي شاور، هدايا إذا فينا نقول شوي منن موجودين إنما نفوت على ويب سايت اليونيسف ومنتبرع. بهالطريقة منكون عم نساعد أطفال كتير بالعالم، لأنه اليونيسف عم بيستعملوا هالمصاري ليشتروا فيه طعومة للأطفال. خلينا نسمع شاكيرا شو عندها تقول. Como ya saben, estamos próximos a recibir la llegada de nuestro primer hijo y para celebrarlo hemos organizado un baby shower global en asociación con UNICEF, a través del cual, en lugar de recibir regalos para nuestro bebé como en un baby shower tradicional, deseamos apoyar a bebés que viven en condiciones de pobreza extrema en el mundo. Gracias a ustedes recibirán ayudas tales como paquetes de comidas terapéuticas, vacunas y sales rehidratantes
que podrá salvar la vida de cientos de miles de bebés en todo el mundo. Así que desde ya, gracias y estamos muy, muy felices de saber que contamos con su apoyo. هالفيديو اللي شفناه هو من حملة سنة 2013، حملة السنة لطفلة الثانية لشاكيرا بعد ما نشرت ولا فيديو. إنما باختصار، من بعد هالفيديو ومن بعد الحملة بال 2013 ساعدوا عدد كبير من الأطفال واشتروا طعومة، وخاصة عم نحكي عن طعومة الحصبة وشلل الأطفال. نتمنى إنه هالفنانين والمشاهير يتمثلوا بشاكيرا، لأنه هالحملة كتير مميزة وبتساعد أطفال موجودين بالعالم. أما اليوم فرح ننتقل على شيء كتير مميز صار بنيويورك من حوالي الثلاث أيام، وهو مركز جديد لمحاربة الإدمان. إنما أي نوع من الإدمان؟ عم نحكي عن الإدمان على برودكتس أبل، يعني عم نحكي عن الأشخاص المدمنين اليوم صاروا يعترف فيهم كإدمان، وهيدا حسب ما قالت جمعية علم النفس الأمريكية. أما الاسم يلي عطوه لهالإدمان فهو أبل كومبلشن ديس أوردر أو ACD. هالأشخاص يلي بيدمنوا على مش بس الايباد والايفون، انها كمان على الايتون، وبيصرفوا المصاري الهائلة على هالموضوع، واوقات كتير عم بيضطروا انهم يعملوا جرم كرمال ياخذوا مصاري ويشتروا الابل ايتمز. اليوم هالمركز يلي فتح ابوابه بيقدر يستوعب 65 مريض بذات الوقت. العلاج عم بيكون بين 28 و120 نهار، واحذروا كم شخص فيه على الويتنج ليست اوريدي ليفوتوا على هالمركز. عندنا 1600 اسم عم بالويتنج ليست ناطرين دورهم ليفوتوا على هالسنتر. فمشاهدينا، اذا كنتوا كثير عم تستعملوا البرودكت والسوشيال ميديا، بنصحكم تخففوا شوي، لانه هيئتها القصه جديه ومنها مسحه ابدا. اما الخبر الاخير فهو اليوم لمات دايمن، يلي كمان عم بيقوم بحمله كثير مميزه. بنعرفه هو كثير بيدعم المي بالعالم، وهو عضو بwater.org. اليوم عم بيقوموا بحمله جديده ليساعدوا الاشخاص، وخاصه بالعالم الثالث والنساء خاصه. عم نحكي عن 750 مليون شخص ما عندهم أكسس على المي النظيفة. عم نحكي عن نسوان بالعالم بيمشوا حوالي 200 مليون ساعة بالنهار بس تيقدروا يجيبوا المي النظيفة. ما دايما وبالتعاون مع احدى شركات البيرة عملوا هالحملة، وهالحملة متوقع انه تجمع اموال هائلة ليجربوا يخلوا هالنساء بدل ما يضيعوا كل هالوقت بس تيجيبوا مي نظيفة بالوقت اللي نحن عم نهدر مي. اذا بتشتروا كاسة مي إذا بدكم أو كاسة شي، بتكونوا عم تتبرعوا بمي نظيفة لهالعالم. الكامبين اسمها باي a lady a drink، إنما اليوم ما عم نشتري درينك بقلب باب، عم نشتري درينك لنساعد نساء العالم. أنا بودعكم، شوفكم بعد شوي بباتس، ورح أترككم مع مات دايمن. क्योंकि हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की सभी को जरूरत है। पानी एक ऐसी चीज है, पानी ना मिले तो लोगों की जिंदगी ही नहीं है। पानी तो बहुत कठिन से भरते हैं मैडम, हम बहुत परेशानी से भरते हैं। Around the world, women spend 200 million hours a day collecting water. But what if we could give them that time back and stop those journeys so that they could start new ones of their own? Stella Artois is partnering with water.org to help. And with your support, they'll provide clean drinking water to women in the developing world.